عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حدث الأسبوع. وكما جارت العادة، فإننا نغوص في أعماق الخبر لنأتي بأبرز حدث من كل أسبوع. والحدث الأبرز لهذا الأسبوع ما تعرضت إليه الكنائس المصرية من هجمات وتفجيرات إرهابية متطرفة. قد تزامنت هذه التفجيرات مع أحد المناسبات الدينية التي يكون فيها المكان مكتظا بالمتعبدين داخل الكنيسة. هذا التفجير خلف مقتل أزيد من 30 شخصا على الأقل، وأصيب آخرون بجروح بليغة عقب هذا الانفجار في كنيستي طنطا وأخرى بالإسكندرية. وأفاد مصدر أمني بأن عبوة ناسفة تحت مقعد في كنيسة طنطا كانت السبب في الانفجار. وعززت أجهزة الأمن من قواتها وتواجدها في عين المكان وكنائس أخرى ترقبا لأي انفجار جديد. أعزائي المشاهدين، في قراءة لهذا الخبر نطرح سؤالين أساسيين: إلى ماذا تفضي هذه الهجمات الإرهابية؟ وكيف ينظر لصورة الإسلام بعد كل انفجار؟ انفجارات طنطا والإسكندرية هي امتداد لانفجارات سابقة ولوضع سياسي مشحون بمصر ومناطق أخرى بالعالم العربي. ما المعنى أن يقدم القتلة على قتل الأبرياء بدم وأعصاب باردة؟ ألا يتدبرون أن شريعة الإسلام هي شريعة للتعايش والتسامح، وأن الإسلام يحفظ كرامة الآخر ودينه؟ تفجير الكنائس والمساجد إنما هو صورة كبرى لانحطاط فكري لهؤلاء القتلة. قتل الأطفال والنساء والشيوخ وهم يتعبدون أبرياء هو قتل للنفس التي أوصى الإسلام بعدم قتلها بل لتركها تحيا. ترويع الأهل في أماكن مختلفة كمراكش وبرلين ونيويورك ومدريد ومؤخرا طنطا والإسكندرية باسم الإسلام والدفاع عن الإسلام سلوك غير مقبول وأمر بالغ الأسى والحزن. إن الدفاع عن أي شريعة سماوية يأتي فقط بالعقل وبالحب وبالرغبة، أما التهديد والوعيد والقتل الأعمى فإنما هو تعبير يعانيه القتلة من تشرذم وبؤس أخلاقي وإنساني. فداحة انفجاري طنطا والإسكندرية ليس فقط في وقعهما في القاهرة ومصر، بل على المسلمين جميعا وفي شتى أنحاء العالم، وعلى صورة العرب المسلم الذي تعاني صورته من ربطها بقضايا الإرهاب والتطرف والإسلاموفوبيا. أعزائي المشاهدين، بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة. موعدنا يتجدد في الأسبوع القادم مع حدث جديد. دمتم في رعاية الله. ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.